اهلا اهلا اهلا. اكلم امك في التليفون تقول لي راح جنينة الحيوانات. انت هتبوظ الواد ده على فكره. ها بدل ما تخليه يروح يلعب ملاكمه ولا يضرب شويه نار، جايبه جنين عشان يتفرج على شويه عصافير. عصافير ايه؟ انا جاي اتفرج على حيوانات. حيوانات؟ حيوانات ايه بقى ان شاء الله اللي انت عايز تتفرج عليها؟ فهمني. عايز تشوف القرد؟ ما احنا بنشوف القرد كل يوم في التلفزيون. لا على فكره، هو كان جاي يتفرج على الحمار الوحشي، وكويس ان انت جيت عشان تتفرج عليه. الحمار الوحشي؟ طب اتكل على الله، اتكل على الله. يلا يا كوتش الدوري هيضيع. لسه خايفه بقى اللي انت فيها دي؟ انا اللي مخرجه علي النهارده على فكره. عايز تيجي معانا اهلا وسهلا، مش عايز تيجي اتفضل. افهم الكلام، افهم الكلام. عايز تيجي معانا اهلا وسهلا. ايوه معلش، هتريح لي ظهرك عند الجدي اللي هناك ده على مفرجه التمساح. يلا بينا.